توفيق بوعشرين طبعا هو هو يدخل استهدافه هو يدخل في إطار استهداف الأصوات الحرة لأن الإنسان اللي كيزعج أحيانا يمكن تكون عنده بعض المطالب التي تنسجم مع السياسة للحكومة ولكن هناك بعض تحدث عن بعض الأشخاص بعض الرموز وربما قام بفتح بعض السلوكات أو بعض المظاهر الفساد وهذا سيستفز طبعا وعندما يعني يتعرض شخص يعني يدخل في إطار تضييق على حرية التعبير وعلى الأقلام واستهداف الأقلام الحرة والأصوات الحرة